معنا مشاهدينا الكرام من بيروت دكتور غسان الأعور المتخصص في الأمراض الجرثومية للحديث عن تصريح منظمة الصحة العالمية عن احتمالية عدم وجود لقاح لجائحة كورونا. كيف تقرأ هذا التصريح دكتور غسان، ولماذا يعني تنعدم احتمالية إيجاد لقاح لهذا الوباء؟ في الحقيقة مساء الخير أولا. بالنسبة للتصريح من منظمة الصحة العالمية بأن هذا التصريح، أقول بأنه كان متطرف نوعا ما، بأنه لا يعطي أملا جيدا، أولا بالنسبة للقاح، وثانيا الأمل في السيطرة على هذا الوباء بشكل أو بآخر في وقت قريب. بالنسبة للقاح، أولا أريد أن أذكر بأن اللقاحات التي يجري تطويرها تجري بشكل جيد إيجابي مستمر ومتقدم، وقد وصلت معظم هذه اللقاحات وصلت إلى المرحلة الثالثة من الاختبارات Phase 3 studies، يعني من بعد استكشاف أنها أمينة للاستعمال عند الأشخاص، ثانيا أنها فعالة، هلق الآن ثالثا يجري إعطاؤها لعدد أكبر من الأشخاص لدراسة فعاليتها وأمانها أيضا. هذا من ناحية اللقاح. أما من الناحية الأخرى، دعني أقول أنه في الطب الكلينيكي in clinical medicine لا نقول بأنه لا نقدر أو لا نستطيع، ولكن حتى لو كان هناك صعوبة نقول يجب أن نحاول ويجب أن نبذل جهدنا لنعطي أمل أكبر في الشفاء وفي التخلص من الوباء. إذن كنت محقا بوصف هذا التصريح بأنه متطرف فعلا. بعد هذا التصريح ماذا ينتظر العالم مع ازدياد أعداد الإصابات؟ يعني هل يمكن القول دكتور أنه لابد من التعايش مع هذا الفيروس وأخذ الاحتياطات اللازمة؟ صحيح تماما أنه لابد من التعايش مع الفيروس في الوقت الحاضر حتى إيجاد لقاح، ولكن هذا اللقاح أيضا أو اللقاحات سوف يجب إيجادها إن شاء الله بحلول السنة القادمة، يعني مع نهاية هذه السنة إن شاء الله بيكون في عدة لقاحات التي يمكن استعمالها. هذا من ناحية. أما من الناحية الأخرى، رأينا أنه خلال الأربعة أيام الماضية زاد عدد الحالات في العالم كله حوالي 1,000,000 حالة في أربعة أيام، فهذا يعكس مدى انتشار العدوى. لذلك كما ذكرت في الآن يجب تطبيق الإجراءات لمنع انتشار العدوى. كل الإجراءات التي نعرفها، الإجراءات البسيطة الحقيقة، الكمامات، غسل اليدين، تعقيم اليدين، التباعد الاجتماعي، هذه هي الإجراءات البسيطة التي تحمينا وتحمي كبارنا بشكل خاص وتحد من انتشار العدوى. ولكن بالمقابل يعني الناس عموما في مختلف أنحاء العالم يشعرون بالملل، يعني خرجت تظاهرات في العديد من بقاع العالم منها ألمانيا، يعني يؤكد فيها بعض المحتجون أن فيروس كورونا مجرد كذبة أو يقللون من خطورته. ماذا ينبغي اليوم على الأفراد أن يفعلوه مع استمرار هذه الجائحة بالتفشي بانتظار الأمل بانتظار اللقاح الجديد؟ نعم، الحقيقة أن الإنسان في العصر الحاضر إجمالا هو قليل الصبر إجمالا، ولا يتحمل الضغوط النفسية والمادية والاقتصادية والطبية أيضا بشكل جيد. وهذه جائحة تمر علينا كما لم يمر علينا أي جائحة طبية أو مرض كبير منذ 100 عام أو أكثر. صحيح أنه مرت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وغيرها، ولكن هذه جائحة أكبر وأشمل بشكل أكثر بكثير. لذلك لابد من التأكيد على الإجراءات، ولا بد من الصبر في الواقع، لابد من الصبر على هذه الجائحة حتى إيجاد لقاح. وفي هذا الوقت حتى إيجاد اللقاح لابد من التأكيد على تطبيق الإجراءات وبشكل جيد أيضا. في منطقتنا في الشرق الأوسط عربيا وإقليميا، إخفاء بعض الدول ومنها إيران أعداد المصابين بالفيروس أو
يعني التكتم عن الحالات الحقيقية، كيف سيؤثر ذلك بالسوء على الإجراءات الوقائية المفروضة لتجنب الإصابة في هذه البلدان وفي منطقتنا؟ الحقيقة أنه عدد الحالات يزداد في معظم البلدان، ولقد رأينا أيضا أنه في عدة بلدان التي جرت سيطرة على انتشار الفيروس فيها عاد ثانية إليها من البلدان المجاورة أو من بلدان بعيدة عبر السفر أيضا. فهذا موضوع كل الدول مترابطة مع بعضها البعض، وإذا كانت إيران لا تصرح عن الأعداد كلها أو أنها لا تستطيع أن تصرح عن الأعداد كلها، إذا أخذنا بلدا مثل إيران في الشرق الأوسط، هنا إيران بلد كبير فيه أرياف كثيرة، مساحته كبيرة، لذلك يمكن أن يكون هناك صعوبة في الإحصائيات الدقيقة كما نرى في بعض بلداننا العربية أيضا. ولكن هذا الشيء إذا كانت الأعداد مضاعفة لنقول أكثر أو أقل، لابد من تطبيق ذات الإجراءات، ولابد من الانتباه كثيرا لكل القادمين من السفر وللانتشار الداخلي في كل بلد كما هو. لابد من التعامل مع هذه الجائحة وتطبيق الإجراءات والانتباه بشكل كبير. أخيرا دكتور غسان، ذكرت أنه ربما يكون اللقاح جاهزا يعني بحلول العام المقبل، يعني بضعة أشهر. أي الدول بحسب متابعتك يعني تمضي قدما في هذا يعني أكثر من غيرها، مثلا ألمانيا وأمريكا، أي دول أكثر تمضي في ذلك؟ نعم، الحقيقة أن اللقاحات التي تقدمت أكثر من غيرها هو أولا اللقاح الصيني من شركة كانسينو، وقد رأينا بأنه بدأ إعطاءه لقطاع كبير في الجيش الصيني كما قرأنا، فهذا لقاح معروف. اللقاح الآخر في جامعة أكسفورد مع شركة أسترازينيكا أيضا تطور بشكل كبير. في أمريكا لقاح ما بين شركة موديرنا والان اي اتش الوكالة الطبية الأمريكية الوطنية، أيضا اللقاح في مرحلة متقدمة. لقاح ألماني في مرحلة متقدمة، وخلال هذه اليومين قرأنا عن لقاح في روسيا أيضا. نعم، نتأمل خيرا. شكرا جزيلا لك من بيروت دكتور غسان الأعور، أخصائي الأمراض الجرثومية من بيروت.